الناس طاحوا واحد الحالات وسط الوزيل، طاحوا هذوك الحالات ودازت واحد المده عاد تكتشفت البؤره. ما جاو تكتشف البؤره حتى كانت اندلعت في الجامعه وفي الدواوير ديال التابعه ديال الجامعه الترابيه الشوافع. المنطقه هذه منطقه فلاحيه، فيها ضيعات فلاحيه بزاف، وبالاخص في هذه الشركه. هذه الشركه كتخدم اليد العامله بزاف من المناطق ديال الدواوير وديال المدن المجاوره لنا. من بعد تفاجئنا بواحد البؤره، يعني ولات زرعت واحد الرعب في هذه الساكنه ديال هذه الجامعه هذه والدواوير المجاوره. يعني واحد 3 ايام ولا 4 ايام راه ما حبسناش من الاسعافات ومن الصوني ديال الاسعافات. اون فوا كتحس بالكحبه ولا بشي حاجه في التنفس ولا هذيك تقول صافي انا مرت، ورعبنا الدراري الصغار الاولاد، وعاد زياده على ذلك كيمشي على الرعب. ممكن ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لك هذاك الرعب اللي تنعيشوه حنا دابا مثلا، وخصوصا حنا السكان اللي قرابين لديك البؤره، حنا اللي معرضين للخطر اكثر من اي دوار اخر. تنتمناو من الله ومن السلطات العموميه ومن وزير الداخليه ومن السيد العامل فتح تحقيق بعدا فهاد الفاجعه اللي زرعت فينا هذا الرعب هذا هنايا فهاد الساكنه هذه. انا كنت خدامه في الوزين في المعمل ديال الفريزه، جاو يوم ثلاثاء عيطوا لي قالوا لي تي مطروده. عاودي لينا كيفاش كانت الخدمه في داك الوزين؟ خدمه عادي كيما في الاول، كيما تابع المرض صافي كيما كانت باقا غاده كيما كانت. يعني كتخدموا قراب من بعضياتكم؟ خدمه قراب من بعضياتنا، نجلسوا طابله وحده، ماكله وحده كيما العاده وصافي. يعني ولا واش فاش بان المرض واش الاداره ديال الوزين عطاتكم شي احتياطات اللي خاصكم ديروها؟ قال فهمتي داروا شي اجراءات اللي خاصهم يداروا؟ ما كان حتى شي اجراءات، عطاو ديك لانكول وديك الشيء غسل ودير لانكول بحال بالنسبه للبنادم مخالط مع بعضياته، بنادم هذا حدا هذا. وفاش عرفتي بانك ولا في البؤره ديال كورونا؟ يعني كيفاش كان الاحساس ديالك؟ هو كان الاحساس ديالي بان انا خايفه وانا باغا نخدم واخا عارفه فيه كورونا. اي بنت تما واي مراه تما كتعارفه كاينه كورونا، كاينه الناس فيهم كورونا كيخرجوهم، وما قداش تهضر خايفه كيما خفت انا. داكشي اللي خفت منه طرالي، وما كاش عد بالي طرالي هوك، حتى كعد بالي طرالي هوك كو هضرت النهار الاول. وما مشافوا الناس خايفين والناس بداو يحبسوا، اليوم كتحبس وحده غدا كيحبسوا جوج، زادوهم الثمن. انا هذاك هو مصدر الرزق اللي كنعيش منه، وباغي ندير منه سكنتي. السكنه نتوما كتشوفوا السكنه اللي كاينه نتوما كتشوفوا فيها. خايفه وكنشوف في الموت، كندير تعقيم شاريه كنشري راسي وكندير وكنقول لها انا خصني نخدم باش نكمل سكنتي، انا نسكن ونولي كي الناس وندير هذه الحاجه الوحيده اي امراه كتمناها. قاسوا بزاف د الناس ماشي غير وحده، لان بزاف خدامين في هذاك المعمل، من نواحي بزاف كيخدموا فيه، وخفنا بزاف خفنا بزاف. حنا عندنا وليداتنا ويعني وعدنا والدينا وعدنا ولادنا وخفنا بزاف، ماشي شويه بزاف يعني. والرعب ماشي خفنا، الرعب دوزناه. فاش عرفتي بان كاينه بؤره؟ شنو اول فكره جات في دماغك؟ انني غنمشي ونخلي ولادي، وانا نقدر نكون اديت ولادي، وهذاك اصعب احساس دوزته. انا بعدا دوزت سيمانه وانا ما بقاش نخرج، وليت خايفه، ما بقيت كنخفت ديال المعقول، لان باش تعرف راسك راه قاسك المرض ولا تقصتي وتقدر تادي ولادك راه شي حاجه صعيبه. انا على نفسي بعد المره ما كنخافش على راسي قد ما خفت على ولادي، وكنقول ما نبر نادي شي حد عزيز عليا وتادي جيرانك ولادي وانت ما عارفاش. عاد ولينا نخافوا بالمعقول، ولينا شادين بالمعقول اننا خفنا. هاد السيمانه ملي وصل عندنا المرض خفنا مزيان، ولكن كنتمنوا ان شاء الله ما يكونش يحد الباس، ما تكونش شي حاجه اكثر من هادشي اللي كاين، والناس اللي تصابوا يتعالجوا، هادشي اللي كنتمناه.